المحطة الثالثة والأخيرة في رحلتنا لاستكشاف إجراءات السفر الجديدة ما بعد كورونا هي هنا في مطار لشبونة. هنا في البرتغال يتم استخدام بشكل كبير جدا في المطار هذا السائل المعقم لليدين، وهذه الشاشات لتسجيل الأمتعة أيضا من دون الحاجة إلى لقاء موظف، وأيضا يتم وضع الأمتعة في هذا المكان من دون الحاجة إلى موظف. صالة كاملة من دون موظفين على الإطلاق، تسجيل الأمتعة ووزنها والدفع لقاء الوزن الزائد في الحقائب واختيار مقعد الطائرة يقوم به المسافر وحده. أما في الصالات التي يعمل فيها موظفون فالتواصل مع المسافرين يجري خلف ألواح بلاستيكية واقية. ارتداء الكمامة إجباري في المطار، والسائل المعقم لليدين متوفر في كل مكان، وعلى الأرض علامات للتذكير بمسافة التباعد الاجتماعي ولافتات إلكترونية تشرح سبل الوقاية من كورونا. مطار لشبونة مزود أيضاً بكاميرا حرارية، ويطلب من المسافر تسليم سلطات المطار وثيقة تحمل معلومات مفصلة للاتصال به في حال إصابة أحد المسافرين على متن الرحلة بفيروس كورونا. ضاعف مطار لشبونة عدد الموظفين الذين يقومون بتنظيف الأسطح وتعقيمها، خاصة في منطقة المطاعم وأيضاً في أماكن الجلوس التي باتت أقل من السابق، فالكثير من المقاعد تحمل إشارة ممنوع الجلوس لضمان عدم تجاور شخصين. في مطار لشبونة لا تغليف إجباري للحقائب، لكن يمكن تعقيم حقيبة السفر عند الطلب. ويجري تنظيف وتعقيم منطقة وصول الأمتعة وحزام الحقائب باستمرار. لكن اللافت هو استخدام روبوت للتعقيم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية. إذن إجراءات صحية جديدة اتخذت في المطارات وفي الطائرات في مرحلة ما بعد كورونا، ويبقى الأساس فيها هو الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي. عزة غريب، سكاي نيوز عربية، لشبونة.